المفروض كده مش هو يشرب الميه او يخش فيه خالص يعني. فن سراجة السيارات لو ما اتعملش صح هيضيع لك تفاصيل كتير قوي جواها، من اول المخدع والكرسي والكنبه والتابلوه. النهارده احنا في الاودالي بنوريكم تفاصيل المهنه دي وبتتعمل ازاي وحبكتها صح ازاي. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك لينا، فولو الفيديو حركه الاكسبلور. معكم احمد الجبالي من الاهرام اوتو ويلا بينا. طبعا يا ياسر انا شايف الكرسي فيه شويه سنسور وحاجات، هل بقى شد الفرش على الكراسي؟ لا لا ما بيعملش حاجه عشان فيه مخرم، بعمل جلد مخرم انا. جلد مخرم اهو، جلد مخرم اهو. ايوه ده بيهوى بيفتح مسام الكرسي عشان السنسور. لو الكراسي عشان السنسور. اتعامل معاه. اما بص فانت عامل حسابك في قياسات الكلام ده كله. طبعا عملها استنباط، الزبون بيجي يختار الحاجه ويومين يجي لك بس كده. يعني انت في خلال يومين بالظبط تكون العربيه كلها صالون جاهز. بس تكون جديده مش عربيه قديمه. اشمعنى؟ القديم بياخد شغل. القديم بياخد شغل. بياخد شغل وجهد. يعني اصبح الجديد رغم تعقيد تفاصيله وكهرباء والسنسور خلاص بقى خدنا عليه. خدته عليه. ليه المهنه تفتكر من زمان لحد دلوقتي اتطورت قد ايه؟ اتطورت كتير. ومع ذلك برضه تقدر تعمل كسوه ليه الباغات؟ لا وكله كله نكس تابلون كمان. كمان التابلون؟ ده كده التقفيل ده. ما شاء الله. هات ميه سخنه. ايه سر الميه السخنه؟ ايه؟ لا. يا باشا ايه سر الميه السخنه؟ بيفرد الشغل. بيفرد الشغل؟ عشان الجو شتاء، جو رطوبه. تجربه عمليه؟ جو رطوبه. فكرة مش هقول يشرب الميه او يخش فيه خالص يعني. ممكن صاحب العربيه يغسل الكراسي عادي الميه؟ ما انا عامله جلد ليه مبطنه وما يأثرش الكرسي. بس الميه السخنه كده بتشد الجلد يا باشا. بقى الكرمشه راحت اهي مش قدامك. عامله كل حاجه عملي. ياسر خميس منصور سروج سيارات. تأسست الشركه دي عن سنه 2000، بس انا من صغري بحب المهنه وبحب الشغل وبحب اطور من نفسي مره بمره. العربيات الجديده كلها بنعملها، كل السونسون بنعمله استنباط، كل اللي ما يخطر على بالك بنعمله في العربيات. طابلون، ايرباك، طاره، هاند ريست، هاند ميل، شغل هاند ميل، حاجات اوريجينال. طيب هل بقى يعني انا غير كسوه العربيه الامر مكلف قوي ولا متاح للجميع؟ لا متاح. كل حاجه بتمنها. كل حاجه بتمنها. طبعا لا عشان تفضل لاصق فيها ما تروحش. باشا اسمها فرش فابريكا، اللي يشوفه يقول عليه معمول مش معمول. اللي يشوفه يقول عليه مش معمول. هات البكرة. هات البكرة، هات البكرة الأول. كده الكرسي ده خلاص كده صح؟ بتشطب بس. حاطهم عيش ولبن. وعمر مثلا الشغل ده يعني عمر الفرش ده هيقعد قد ايه مع صاحب العربيه؟ يقعد 5-6 سنين. 5-6 سنين. ارضيه جلديه. ده شغلي. كده عشان لو ميه او تراب ما يطلب ميه يلمها. يطلب ميه يلمها. وده الكرسي اللي انت لسه مخلصه من شويه. تمام. ده كانه خارج من الصالون. وريك برضو اوبل لو انت عايز تبص عليها. نشوف. بص كمان فرش جلد واخد بال حضرتك. بص سونسون شغال ورا، مخادع، كل حاجه راكبه كما قال الكتاب. كل حاجه بتفك تركب كما قال الكتاب. ارضيه معموله كله. ودي الكنبه بتاعتها انت فككها عشان لسه هتعملها. الكنبه ايه؟
خلاص. لما تقدر ما عطلش لو جيت، لو جيت فيها لاي حاجه هلاقي كل حاجه فيها. اه بص برضه نعمل طبلون، طبلون برضه بيتعمل اهو، طبلون ده الطبلون بتشد عليه الجلد. اه كله كله بيتلزق بقى بايه؟ بماده كلها كلها غيرها سريع اصلي ايطالي. اه حاجه اورجينال. عم سعيد ده بقى قسم الاربكات والطبلين. اربكات والطبلين اه الفنيات كلها طاره هاند ميل. ماخده زي كده مثلا في شغل بياخد شغل. بص ده بتاع الانسجنه تعمل شغل. احنا كنا لسه صورنا شغل. اه بص الماخده برضه هيتعمل، ده شغل بقى عم سعيد. الحاجات دي الفنيات دي هو بيقوم بيها زي ما قلت لك، قسم خاص للاربكات كده. عظمه حاجه اورجينال.